القانونية. بص يا بيه اتفضل، يعني مع احترامي عمرو الدردير بيخسرنا كل يوم. يعني بص عمرو الدردير كاتب ايه؟ خد الصوره اللي احنا لسه منزلينها، خد نعم الصوره، افندي. لا خد الصوره اللي احنا لسه منزلينها بتاعت غيث افريقيا بتمر من قدام نادي الزمالك. بص كاتب ايه؟ يعني حضرتك ده تعصب اعمى ولا لا؟ اسمع بص حضرتك، ادي عمرو الدردير خد الصوره اللي انا لسه زيها، وكان عادة بيشتموني. طب انا بذيع صور خبر، بتشتموني ليه؟ بص يا بيه شوف، عمرو الدردير خد الصوره دي اللي انا لسه زي او كتبيها على اداره الزمالك اتخاذ اجراءات ضد كل من سائق السياره، من امر بمرور السياره من امام نادي الزمالك، من التقط الصورة ليبث الفتنة بين الجماهير، على إدارة الزمالك اتخاذ قرارات راضعة على ومحاسبة عامل لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا دي هبدة جامدة. عمرو الدردير صديقي رئيس القسم الرياضي في الأهرام، يعني راجل بدرجة نائب رئيس تحرير، كاتب رادعة بالدار، رادعة كاتبها راضعه، ما هي فعلا رضعه، رضعه حقد. هنرجع للبن الحمير. يا لهوي على ابتدي، يا لهوي، لا 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 دي هبده جامده قوي. لا يا جماعه لا لا لا، ورحمه ابويا، دي هبده جامده جامده جامده. رضيعه مين يا عمرو؟ رضيعه مين يا صاحبي؟ هي الكذب ترضع يا حبيبي، الكذب تتاخد يابا، الكسبة بترضعش، الكسبة تتاخد، تخزوق، تتعب، تعمل حرقان. الحمد لله يا رب. أنا آسف يا جماعة، الأفيه بتوعكم مش هي اللي بترضع، حد تاني بيرضع. لا 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 لا، انا عرفت كل بيانات الزمالك مكتوبه غلط املائيا ليه؟ يا لهوي والله العظيم لو اوريها لكم. لا يا جماعه دي هبده اليوم دي يا جماعه، ورحمه ابويا هبده اليوم، انا بعتذر لكل الاطفال الرضع يا جماعه. بص بص قرارات، بص بص والله العظيم قرارات راضعه، راضعه من مين يا عمرو؟ رضع من مين يا عمور يا حبيبي؟ ويا ترى بترضع بقى لبن الام ولا صناعي؟ الافيه تحكم، معلش انا دم تقيل شويه. يا لهوي على اللي احنا فيه. وانا اقول كل بيانات الزمالك مليانه هبد ومليانه اخطاء لغويه فظيعه، عمرو كاتب الكاس راضعه، رضيعه مين يا بابا؟ الكاس رضع من قفشة، ممكن رضع من محمد شريف. سيناريست محمد عواد قال لك بس لا تشط علينا. لا لا هبدا جامدة قوي يا قلبي، والله العظيم قلبي هيقف من الضحك ورحمة أبويا. والله أنا زي أنا شفت يا أحمد، على إدارة الزمالك اتخاذ قرارات راضعة. طب القرارات اللي بترضع حضرتك يا ترى بترضع منين؟ من احمد عرابي ولا من الدقي؟ بص والله مش مصدق والله. والله العظيم اهي اهي راضعه. يا لهوي على اللي احنا فيه، يا لهوي على اللي احنا فيه يا ناس. لا لا اولا البوست كله يضحك، وراضعه دي الفيل موسم، الفيل موسم ورحمه ابويا. اتفضل يا عم احمد. يا لهو على اللي احنا فيه يا جماعة. لا اتفضل اتفضل عليه بعد كده. اتفضل ارضع، اتفضل قصدي اتكلم. يعني والله بعيد عن اللي احنا بنعيشه ولا اللي احنا بنشوفه ده، لكن في النادي الاهلي الامور مختلفة تماما والله، ورغم الكم للاسف الساحة الرياضية أصبحت مش ممتلئة، ولكن فيها حاجات غريبة وعلامات استفهام كبيرة وحاجات للأسف ما كناش بنشوفها، لكن خلينا نضحك وخلينا نتفرج، واللي المحترم باين واللي عنده أخلاق باين.